السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم محمد جعيتي في دورة تعلم الـ Oriented Object أو Object Oriented الخاص بالجافا سكريبت. إن شاء الله بإذن الله غادي نبداو في هاد لا فورماسيون بلي زوبجي. دونك شفنا قبل في لابارتي الخاصة بالجافا سكريبت بيزيكس شفنا الـ Oriented Object، مانتونو غادي نشوفو لي زوبجي أو بيان لوبجيكت. ألوغ نبداو بواحد الكود سامبل. دونك مثلا غادي نطابي var user، غنديكلاري واحد لوبجي يوزر، غادي نعطيه ايميل. دونك عنده ايميل باغ اكزومبل جيتي محمد بوان كودر ات هوتمايل بوان كوم. هذا واحد الايميل ديالي. الوغ نيم مثلا جيتي محمد. الوغ انديكلاري دو فونكسيون وسط هاد لوبجي. لوجين غادي نحط فيها باغ اكزومبل دوكيمون بوان جيت كويري سيليكتور اسانك، باش نقدر نكتبها وسط الكارد، وسط هاد لاكارد هادي. انر اتش تي ام ال نحط فيها باغ اكزومبل this point email plus has logged in. super. alors voilà هادي لا فونكسيون ديال لوغين. غادي نمشي دابا لا فونكسيون سميها log out ولا voilà log out. donc la même chose and declare h has logged out. super. maintenant خصني نعيط على هاد لوبجي. donc user point email شنو غادي يعطيني؟ غادي يعطيني الايميل، ياك فوالا. ما طابيتوش في الكويري سيليكتور ديالي، غنطابي ديريكتومون لا فونكسيون اللي هي غتعطيني شنو مكتوب في الفونكسيون. شنو مكتوب زعما، شنو كتبت؟ فوالا هاز لوغين ان ولا هاز لوغد اوت. الوغ تو سامبلومون غادي نطابي يوزر بوان لوغين، غتعطيني فوالا جيتي محمد هاز، بلاتي ندير واحد لسباس، هاز لوغيد ان. سوبر مزيان. دابا الوغ باغ اكزومبل ندير لا فونكسيون التانية يوزر بوان لوغ اوت، غتعطيني جيتي محمد هاز لوغيد اوت. سوبر. دونك فوالا هذا هو ليكزومبل الخاص بلا بروميير سيكسيون. غنشوفو باغ لا سويت دوطخ شوز، و اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، ان شاء الله غادي نشوفو بزاف ديال لي سيكسيون خاصين متعلقين بالاوبجيكت اورينتد سورتو افيك جافا سكريبت.